السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس رقم 12 من سلسلة اللغة الفرنسية اللي كناخدوها بالترتيب، والدرس ديال اليوم هو زادجيكتيف نيميرو كاردينو على أيين هاد الدرس رقم 12 هو الدرس الأخير من الدورة الأولى من الدروس ديال السادس ابتدائي، يعني بقوا لنا 8 ديال الدروس في الدورة الثانية وغادي نكملوا 20 درس ديال الجاميغ، ومن مورا غادي ننتقلوا إن شاء الله للكونجيكيزون، ومن بعد الكونجيكيزون غادي ننتقلوا لورتوغراف، المهم هاد الدرس شرحته. وعاودتو وبقيت كنعاود وكنعطي امثله يعني حاولوا تركزوا مع كل كلمه قلتها لانه الدرس ساهل بزاف غير هو كاين فيه بعض لي تروك لي تقدروا تصيدوا فيهم يعني ديما ركزوا مع الهضره اللي كنقول وماشي مشكل الا شفتوا الفيديو عاودتوه جوج مرات فهذا غادي يكون احسن واحسن ان شاء الله ولا مطوع لكم في الهضره نزول قسم السبوره ونبداو الشرح اذا بالنسبه للدرس رقم 12 هو لي زادجيكتيف نيميرو تاخدينو فهو من اسهل الدروس اللي غادي نهضر عليهم في هذه السلسله ديال اللغه الفرنسيه تو سامبلومون لاجيكتيف نوميرال كاردينال انديك ان نومبر هو كيحدد لينا يعني واحد العدد سوا 1 2 3 4 الى اخره يعني 1 2 3 4 الى اخره هاد لاجيكتيف كيبقى انفاريابل كيبقى كيف ما هو ما كيتصرفش مثلا ما كنزيدوش ليه ديك اس على فا في البلوريال يعني في الجمع راه كيبقى هو هو نعطي مثال عندنا مثلا <applause> لي كاتر ستيلو اذا عندنا هنا لهذه الجمله راه جات في البلوغيا جات في الجمع لي كاتر ستيلو السيلواز بربعه اذا واخا كتبنا هذه كاتر فاحنا ما درناش ليها اس يعني لان هاد لاتجيكتيف فهو ان فاريابل ثابت غير متحرك الا في حاله واحده كاين استثناء واحد عقلوا عليه استثناء واحد اللي كنضيفو اس في البلوغيال هو في العدد عشرين أو ميا فان هذا هاد لادجيكتيف وقتاش إس في البلوريال، هو في الحالة إلا ما كانش متبوع بعدد واحد آخر مثلا عندنا هاديك ميا متكونش متبوعة بعشرين أولا بتلاتين أو, أو بخمسين تكون تابعة إسم ولا فعل ولا شي حاجة ديك الساعة يمكن لينا نضيفو ليها إس أنا غادي نعطي مثال باش نوضح عندنا إكزومبل كاتخ إذا هنا ضفنا لهاديك فان واحد الإس لانها جات في الجمع في البلوغيال وممتبوعه بعدد داكشي اللي زدنا لها اس ولكن الا كانت متبوعة مثلا بعدد بحال 85000 فهنا ما كنضيفوش لها اس علاش لانها متبوعه كذلك بواحد الصفر اللي هو 5 كذلك عندنا 200 ميزون 200 منزل فاحنا ضفنا لهذيك 100 اه واحد الاس لان جات في البلوغيال وما متبوعاش بواحد لو شيفر ولكن الا كانت متبوعه بواحد لو شيفر بحال 230 ميزون فاحنا ما كنضيفوش ليها اس وباختصار كان هذا هو الدرس ديال لي زاجيكتيف نيميرو كاردينو قلنا هما كيحد تدينا واحد العدد اللي هو واحد ولا جوج ولا ثلاثة حتى ما لا نهاية من الأعداد هاد الأعداد تيكونو أن فاريابل يعني ثابتة غير متحولة غير متنقلة يعني فهمو ما بغيتو يعني مكنضيفوش ليها إس في البلوغيال إلا في حالة وحدة هي عشرين و مية فان إي سون وهادو كنضيفو ليهم إس في حالة إلا مكانوش مسبوعين بواحد لو صيفر. اما الا كانوا اسبوعين بواحد لو شيف فهم ماشي غير يكونوا في البلوغيال واخا ما نعرف فاش يكونوا فما كندير فوش لهم اس ما كانوا اسبوعين بال ب... بلو شيفر فاحنا كنضيفو لهم اس وكنضيفوهم غير على 20 اي 100 يعني ما تبانش 30 ولا 40 تضيف لها اس راه ما كنضيفوش لها اس نهائيا وهذا الدرس انا عاود لكم في هذه الخطاطه هذه يعني يمكن واحد المتعلمين اللي بصريين واحد المتعلمين اللي هما سمعيين راه آه كنت شرحتو في علوم التربيه يعني كل واحد كيف يفهم كي اللي غيفهم التعريف الاول اسطوره بحال هكا كل, كل ديز اكزامبل وكي اللي غيفهمو بهاد الخطاطه هادي المهم انا كيف ديما غادي نعطيكم واحد ليكزيرسيس اللي هو ساهل بزاف باش نفهمو هاد الدرس عندنا آه ليكزيرسيس هو ايكريزون ليتر لي نومبر سويفون يعني كتب لينا هاد لي نومبر اللي هي 700 687 24 180 385 الهدف من هذا ليكزيرسيس هو انك فاش تكتب هذيك مثلا ديك 700 أه فانت وش غادي يشوفوك واش غادي تكتبها باس على فان او لا لا يعني راه هي راه غتجي مثلا في الجمع أه واش انت غدير لها اس او لا فاحنا قلنا ان لي نومبر اللي كنديروا لهم اس على فان هما 20 و 100 20 و 100 وقتها كنديروا لهم اس إلا ما كانوا مسبوعين بواحد لو شيفر بحال دابا هاد 700 فهاديك 100 غنديروا ليها اس على فا انا عطيتكم الجواب الاول لانها ما متبوعاش بصفر و آه... لي الاخرين جاوبوا عليهم في لي كومونتير وناقشوهم كاملين واللي عنده شي خطا نصحوا ليه وهذا من اهم الدروس اللي كيكون في الامتحان الكتابي دائما كيعطيوهم لك وكتكون عليه واحد ربعه ولا ثلاثه النقاط يعني طايره في السما ساهله وكتخليها تدوز عليك آه لانك الا الاس غادي يحسبولك الجواب غلط لان الاس هي اهم حاجه في الدرس اللي كتبين واش انت فاهمو او لا المهم من هنا الفيديو الجاي نتلاقاو ان شاء الله على فكره هذا الدرس كان هو اخر درس في الغرامير من الدوره الاولى من الدروس اللي غادي نحتاجو في الامتحان الكتابي قبل ما الدروس ديال الدوره الثانيه غادي نشوفوهم كذلك في الفيديو الجاي ان شاء الله